للحديث أكثر عن المجازر التي وقعت في ديالا ودور الميليشيات الطائفية فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، وكذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال أدليمي. أبدأ معك يعني دكتور زياد، لو بدأنا بالرواية الحكومية عن أسباب مجزرة قرية الإمام، وأنه رد فعل للهجوم الذي تعرضت له قرية الرشاد، وأن تنظيم داعش هو من نفذ الهجوم، فهل واقع الحال وسيطرة الميليشيات على المنطقة يمكن أن يمرر هذه الرواية؟ تفضل. تحياتي لكم سادتي الأفاضل. الحقيقة ما جرى أمر مؤسف ومخجل ومؤلم جدا في ديالى. هناك جهات إرهابية هاجمت قرية الرشاد، لكن للأسف الشديد هناك ميليشيات وفصائل مسلحة تابعة للحشد بالتحديد قامت بالهجوم على قرية نهر الإمام. نعم، حرقت المستوصف، حرقت جامع الرحمن، قتلت أطفال ونساء وشباب من أهل المنطقة بدم بارد، نفذت بهم أحكام إعدام، بعضهم أطفال صغار جدا. أمر مؤسف الحقيقة ما جرى، ولا يمكن تحميل وزر ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي على الأهالي والمواطنين الأبرياء الآمنين. والحقيقة كان بطريقة بأخرى شبه مخطط أن يكون هذا الأمر لكي يتم إفراغ المنطقة. ما تلت أحداث عملية الحرب والقتل هو نزوح الأهالي، ثم جاءت القوات الأمنية وساعدت في نقل الأهالي، وهذا أمر مستغرب جدا. كيف أن القوات الأمنية المفروض أن تطمن المواطنين، ولكن هي قامت بمساعدتهم على النزوح. إلى سؤال جديد سيد زياد، يعني كيف تقرأ توقيت هذه المجزرة وإشاعة الفوضى قبل أيام من إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة، والتي يقال إنها لن تتغير كثيرا عما أعلن سابقا؟ نعم، هي المسألة الحقيقة هو سجال انتخابي، هو سجال سياسي، هو صراع أحزاب على مكاسب ومغانم وعلى مناصب وعلى امتيازات. هذا الأمر انعكس سلبا الحقيقة على المواطنين في كل أنحاء العراق، ولكن على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الجغرافي انعكس بشكل كبير في مناطق ديالى ومناطق صراع الميليشيات ومناطق القلقة والرخوة. استغل تنظيم داعش ذلك الأمر، ثم استغله الآخرين استغلال أبشع من داعش عندما قاموا بعمليات تهجير. أبو علي العسكري الأب الروحي للميليشيات والقائد العسكري في الميليشيات الولائية والمسؤول الأول عسكريا عنهم، قال في تغريدة: نريد استنساخ تجربة جرف الصخر. إذا هناك أمر معد، وهناك أمر مخطط، وهناك من يريد تهجير الأهالي وتجريف البساتين وحرقها وتدمير ممتلكات المواطنين في تلك المناطق. طيب سيد زياد، يعني بما تفسر يعني استغاثة أهالي قرية الإمام بالقوات الأمنية وعدم استجابة تلك القوات لنداءات الاستغاثة من الأهالي، رغم مشاهدة عناصر للقوات الأمنية مشاهد لحرق وقتل الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم؟ نعم، الحقيقة في مرصد آفاد كان لنا بيان موسع حول هذا الأمر، وكذلك تحدثنا أيضا في مسألة اتصال بأحد الضباط الكبار في تلك المنطقة، وأعطانا أحداثيات دقيقة عن العادات التي شاركت في عمليات الحرق والقتل وأمام أنظار القوات الأمنية من الشرطة والجيش والاستخبارات والأمن الوطني وغيرها من الأمور الأخرى والمسميات الأخرى. لكن السلاح المنفلت له الكلمة العليا في ديالى وكثير من المحافظات، وخاصة المحافظات المنكوبة في صلاح الدين، في الأنبار، في الموصل. هذه الميليشيات الحقيقة تقوم بدور مروع جدا ومخيف، وعملية تغيير ديموغرافي تجلت اليوم عبر الحادثة والإعدامات الميدانية التي قامت بها. لذلك لا تستطيع القوات الأمنية، هي أضعف من أن تتصرف إلا بأمور بسيطة جدا بعد أن تنتهي المعركة، ممكن أن ينقلوا الأشخاص، وهذا أمر معيب ومؤسف، وهذا ليس شكل دولة حقيقية وليس شكل قوات أمنية محسوبة على كل العراقيين، وهذا أمر يرفضه كل الشعب العراقي، ولكنه واقع الحال المؤلم للأسف الشديد. إلى السؤال الأخير الآن سيد زياد، يعني الأهالي اتهموا ميليشيا الحشد بارتكاب المجزرة، كيف لقوات من المفترض أنها حكومية ترتكب جرائم طائفية ضد سكان مختلفي الاعتقاد، ومن يتحمل المسؤولية باعتقادك؟ أكيد من شرع هذا القانون، أكيد من قبل بالسلاح المنفلت، أكيد من قبل بعناصر ولائهم لخارج العراق.
الحقيقة أثناء محاكمة قتلة أحمد عبد الصمد في البصرة، سألوا الشخص الذي نفذ العملية، قال إن خامنئي وإن ولائي وأنا أقلد خامنئي الذي أمر بفتوى بقتل. كيف لشخص من خارج الحدود أن يأمر ويفتي بقتل عراقي بيد عراقي؟ هذا أمر مؤسف ومغيب للعقل العراقي، وهذا أمر دخيل على المجتمع العراقي بعد 2003 ونتيجة احتلال أمريكي ثم أتبعه احتلال إيراني، مما جعل أن تلك الميليشيات تصول وتجول وتحرق الحرث والنسل في داخل العراق وفي كل المحافظات العراقية، وهذا أمر الحقيقة مرفوض. وأعتقد بأن كل أهلنا العراقيين بكل مكوناتهم يرفضون هذا الأمر، وما يجري الآن هي عبارة عن عصابات لا تختلف كثيرا عن عصابات الهاغانة في فلسطين المحتلة، نعم، وقاموا بعمليات الحقيقة إبادة وتغيير ديموغرافي وإخفاء قسري وكثير من الأمور الأخرى، ويجب أن تدان هذه العمليات جملة وتفصيلا وترفض من قبل كل أبناء الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك الصحفي العراقي زياد السنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.